مع كل احترامي، انتوا يعني ليه كنت بتمات معاه دايما؟ هو كان للدرجه دي حاسس بالوحده، او للدرجه دي ما كانش في حد يبقى قاعد معايا؟ او كان يتصل بيقول لي انت فين، ويقوم مفزوع كده، مالك في انت، انت كويس؟ اه كويس. كان بيجيله احلام كتيره قوي، احلام كتيره. الوحده كانت بتصور له احلام كتيره، مع اني له اصدقاء كتير جدا وبيقابلهم بيقابلوه، بس هو كان عنده مشكله في البيت. كان يتصل بيها اروح علشان ينام مثلا، كان يكلمني يقول لي تعالى بقى، اول ما اروح اقعد اتكلم معاه شويه الاقيه نام. فهو كانت ما كانش بيستحمل يقعد لوحده، ما كانش بيستحمل خالص يقعد لوحده خالص، وهو بيتحرج، هو خجول جدا. لما جه خطب كنت دايما انصحه روح لاهل خطيبتك، ده ناس كويسين جدا، وكان بيكلمنا عنهم كتير. وخطيبته انسانه فوق الطبيعه، حاجه غريبه كده، انسانه جميله جدا، وكانوا بيحاولوا يقربوا منه قوي، بس هو كان بني ادم خجول، ما كانش يقدر يقرب، يتحرج يخش كده يعني. طب هل احساسه او شعوره بالوحده ابتدى يقل شويه بعد ما خطب؟ هو الوحده خلاص الموضوع منتهي. خايف منها؟ جه في مره قلت له ايه وحده ايه الوهم ايه ده، طب ما انا هو ممكن اعيش لوحده عادي جدا. قال لي طب بقول لك ايه، احنا اقرب سفر لينا هاخدك، واوعى تكلم حد من اهلك خالص، ولا مراتك ولا بيتك ولا مامتك ولا اي حد، واعمل له كله بلوكات. خدني قعدني 20 يوم، سافرنا قعدنا 20 يوم. فين يا محمود؟ الجونة، كنا دايما نروح الجونة. ها. فقال لي، قلت له قمت انا معيط بقى وقمت حضنته، قلت له انت ايه ده، هي دي الوحدة؟ حسيتها بقى لما لقيت كله قلقان عليا، واخويا قدر يوصل لي، وكله بيعاد في التليفون، ومراتي وكله بيعاد في التليفون، قلت له هي دي الوحدة؟ قال لي شفت بقى بتعمل ايه، عرفت معنى الوحدة. كان طيب قوي 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 فوق ما تتخيل. من قيمة أسبوع قال لي أنا عايز قرايبي اللي في الزقازيق بأي طريقة، شوف أنت هتعمل إيه، هتجيبهم إزاي، ما أعرفش. قمت بالفعل كنت بدور عليهم، كان قال لي أنا عايزهم. طب أنت عايزهم ليه؟ ليه بقى؟ ما إحنا بقالنا كتير يعني، عادي الموضوع مش في دماغنا يعني. قال لي لا لا لا، أنا عايزهم بأي طريقة، شوف أي طريقة نوصل بيهم يا محمود. وبالفعل كنا بنبحث عن قرايبه. طب هل قرايبه كانوا بيدوروا عليه طيب؟ والله هي الدنيا تلاهي، خد بال حضرتك، هو الموضوع ما فيش. وهم مهما كانوا قرايبه دول، هو برضو حاسس بوحدة. ليه بقى؟ لأنه عايز قرايب زي مين؟ خاله توفى من هنا، وهو الدنيا كلها اسودت. بيقول لي أنا كنت بصحى من النوم ابقى مثلا في عايز اشوف يومي ايه، فاحس بيها، ما كنتش حاسس بوحده وخالي عايش. اول ما اكلمه ايه يا خال، كان بيقول له ايه يا خال، ايه يا خال، الاخبار، انت فين؟ في فتره عشناها كنا اصدقاء كلنا، كان الاستاذ خالد سرحان طبعا ايوه اقرب صديق لي، هو وعمر متولي ومحمد عادل امام، ايوه كانوا اقرب اصدقاء لي واوفى اصدقاء لي، ايوه أصدقاء بجد. وعمر متولي بالأخص. وعمر متولي كان عنده من قيمة شهرين كان عنده مشكلة في بيته، فراح قعد معاه 5 أيام. كانوا بالنسبة لي ويك إند الـ5 أيام دول بس. فهو كان يعني لازم هو يحس بالوحدة. كان حاسس يا محمود إن هو زي ما بيقولوا كده المتوفي بيحس إن هو يعني مش عايز اقول حاجه ممكن تكاد تكون خرافه، بس بيحس لدرجه ان هو قال لك انا عايز اهلي اللي في الزقازيق باي طريقه. اخر 6 ايام كان قاعد يقول لي انا حاسس ان انا هموت، محمود لو مت اطلع اتكلم عني وقول كل اللي انا قلته. لا اله الا الله. اه، وقول كل اللي زعلني. قلت له ما حدش زعلك، ما فيش حد بيزعلك وكده. قال لي لا لا، انا عايزك تقول كل حاجه. في سياق ايه يا محمود اتقال الجمله دي؟ يعني ايه اللي حصل؟ انا وانت قاعدين صحاب دلوقتي، هو اخر 6 ايام هو بيجهز نفسه للموت. حلق شعره، حلقت شعرك ليه؟ احنا هنروح الفيلم، احنا عاملين شكل واتكلمنا وجهزنا للشكل، ازاي تحلق شعرك؟ يقول لي عايز شكلي، مش عايز حاجه.
ابقى اعمل لي شعر غيره ما انت في علامه استفهام ما كانش عندي شعر وعملت لي شعر. محمود ما تكلمنيش في الموضوع، انا عايز ابقى نضيف كده. كان حلق شعره خالص.